نرجع بقى للدوري المصري وعايز اعرف رايك في الاول في الاهلي متصدر الدوري فرق كبير عن الزمالك دلوقتي فرق 7 نقاط عن المقصه فرقه بتادي بشكل كويس مع كابتن حسام البدري في بعض الصفقات الجديده نادي الاهلي اقوى خط دفاع كابتن محمد 4 أهداف خلال 24 مباراه يعني رقم قياسي السنه دي هو طبعا بص يعني النادي الاهلي طبعا هو الاكثر اكتر فريق في ال 18 فريق مستقر من الناحيه الفنيه اللي عايز اقوله ده سمه النادي الاهلي دائما أي. ان بيبقى في استقرار فني في توفير مناخ جيد لتحقيق نتائج ودي ده بيبقى دور الاداره ودور المسؤولين في النادي الاهلي كابتن حسام البدري طبعا مش غريب على الفريق ماشي بالفريق انا شايف من وجهه نظري طبعا بشكل يعني طيب جدا كابتن حسام برضو من النقاط المميزة في التكتيك بتاعه انه دائما في تكلفات دفاعية بيبقى حريص جدا على ان يبقى فيه حتى ابتداء من الخط الامامي الثلاثة اللي بيلعبوا ورا الراس حربة بيبقى فيه يعني في بعض المدربين ما بيدوش تكلفات دفاعية للثلاثة اللي ورا الراس حربة لكن كابتن حسام لا بيحاول ان هو يشتغل مع الثلاثة دول بشكل ان هم يبقى فيه تعاون مع الاثنين ديفندرات أيوة. فبالاثنين مع الثلاثة بيبداوا يعني كانك بتدافع بخمس لعيبة أيوة. من فوق فدي طبعا حاجة مميزة جدا انه بيخف الضغط على خط دفاعك وبالتالي زي ما انت قلت 4 أهداف اربع اهداف فقط في 24 مباراة ده نتيجة ان بيتعمل ضغط امامي من الخماسي اللي انا بقول لك عليه الثلاثه اللي ورا راس حربه مع الاثنين ديفندرات وطبعا فبيخف الضغط على الدفاع وحارس المرمى ويمكن في ناس اتكلمت كتير في نقطه دي برضو يعني كويس ان حضرتك اتكلمت فيها وهي تغيير بعض اللاعبين في الدفاع عاده الخط الدفاع لما تحب انت يؤدي باستقرار فما بتغيرش فيه كتير لكن النادي الاهلي بيغير في بعض الاحيان يعني يلعب حجازي اوقات يلعب نجيب سعد اوقات محمد هاني يلعب وفتحي يخش ديفندر علي معلول اوقات بيلعب ويقعد وممكن يلعب صبري او صبري صح. النقطه دي وبرده في ثبات في الاداء دي نتيجه الخماسي اللي انا بقول لك عليه عد عدد الهجمات اللي بتيجي على النادي الاهلي في المباريات هتلاقيها مش 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 كبير صح. مقارنه بفترات قبل كده ده نتيجه ان بيتم الضغط على المنافس من قدام لان عندك وليد سليمان وعندك عبد الله السعيد وعندك مؤمن زكريا وسعاد اجاييه وبعدين عندك الاثنين الديفندرات سواء حسام عاشور وحسام غالي والسوليه كل المنظومه دي بتادي بشكل كويس جدا في الحته الدفاعيه والضغط ودي يعني مميزه النادي الاهلي عن اي فريق تاني بيلعب 4-2-3-1 هي حته اداء الدور الدفاعي بالنسبه للخماسي ده صح.